لا هو موضوع ان ريال مدريد انشيلوتي يلعب مرتين في الاسبوع بقى يأثر نسبيا على صحة الواحد، بقى تأثيره اقوى من المخدرات. يا اخي دمرت خلايا جسمنا، اقعد انا كل مباراة اقعد اقول اه يا دماغي اه يا اعصابي، والنهاردة اقول اه يا ليل. يعني فريق ما بيشاركش في دوري الابطال واخر 6 مباريات خسر في 4 منهم، وعنده 7 لعيبه اساسيين ما لعبوش النهارده، فالنهارده بيكسبك وبيقول لك سلسله اللاهزيمه دي يا مستر ابو الخدود خدها واديها للمدام واعتذر لها، قول لها الواد اللي عندنا اللي شبه امتيتي كسرها النهارده. امانه عليك يا ليل طويل. انا بحاول ابقى هادي واتكلم بكل عقلانيه واحترام، اما انت يا ابن المفكوكه النهارده بتخسر من ليل، يا تاجر البرشام يا صاحب العفن الكروي، هتعمل ايه بقى امام ليفربول وايسي ميلان ودورتموند واتلانتا؟ مش بعيد ان هم يخرجونا ملط من الملعب، ممكن تلاقي اللعيبه كلها خارجه من غير الشرطه. ريال مدريد على الورق هو افضل نادي في العالم، في الواقع ريال مدريد انشيلوتي ما بيقدمش اي حاجه، احنا النهارده قدمنا لا شيء، ما شفتش اي حاجه غير في الدقايق الاخيره في الشوط الثاني. اتبط بقى يا سيد يا اللي هتقعد تقول لي لا بس الفريق كان قادر يرجع ومش عارف ايه، ده رجع بامر من ليل، لما ليل قرر ان هو يدافع ويحافظ على الهدف بتاعه ويرمي الكوره لريال مدريد، وطبيعي ان ريال مدريد يستحوذ ويبقى ليه فرصتين ولا 3. ولكن خليني افكرك يا عزيزي، لو وصلت لك هذه الخير هذه الكارثه انك تعمل لنا لايك من هنا او تعمل لنا اصدمني من هنا او ازعجني من هنا، وتوجه رساله لمستر كارليتو طبعا، تشترك في قناتنا على اليوتيوب وتتابع صفحتنا الجديده على الفيسبوك اللي حضرتك بتكبر ومش عايز تتابعها ومش فاهم ليه برضو. يعني النهارده تتفرج على المباراه، في بدايه المباراه الواحد شاف التشكيله قلت يا كرم الله هندريك اللي عمالين نقول الواد المفروض ياخد وقت ولا بتاع ينزل اساسي، وتلاقي الصفحات كلها وكله ماسك اصغر لاعب في تاريخ ريال مدريد بيشارك في دوري الابطال يتخطى راؤول جونزاليس ومش عارف ايه. قلت انا ماليش دعوه بالقصص دي، ان شاء الله كده فينيسيوس يجيب هدف، اندريك يجيب هدف، وعوده بلينجهام اللي بقاله 5 شهور صايم على الاهداف، لا شفنا هدف ليه ولا اي حاجه، اكيد النهارده هتبقى عوده بلينجهام والواحد قاعد مركز في المباراه. اشوف يا سيدي اللعب اللي النهارده تحس ان انت بتتفرج على وصفه كسكسي، اقسم بالله العظيم عك ما بعده عك. النهارده هتلاقي فينيسيوس جونيور ناحيه الشمال خافوه بتوع ليل، المدرب بتاع ليل اللي كسب، واخد بالك الراجل اللي اسمه جوارديولا دوت في 2018 مع نادي اسمه ليون كسبه، كسب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، فالراجل ده المفروض ان هو عنده فكر، والراجل دوت وهب بالك مدي دفعه معنويه للعيبه بتاعه ليل، وعارف مدى خطوره فينيسيوس جونيور، فقفله خالص الناحيه الشمال. قال فينيسيوس جونيور بقى حاول قال ايه يخش في العمق، فاحنا بنعمل ايه طول المباراه في الشوط الاولاني؟ نلعب كرات طويله اللي هي البالونات دي، انا مش فاهم النهارده كان في كرنفال او عيد ميلاد كامافينجا، انا مش فاهم ايه البالونات دي كلها، فالبالونات دي كانت سهله جدا على اللعيبه بتاعه ليل ان هي تقطعها، ويحاولوا يشكلوا عليك هجمه من حين لاخر. شفنا النهارده لونيل اللي بيعتبر افضل لاعب في المباراه، لونيل وبعديه كارفخال نسبيا، يعني الفريق كله كان زباله النهارده، كله كان زباله. بلينجهام بذل مجهود نوعا ما وكل حاجه، ولكن برضه ما اقنعنيش وخرج على السيطره، والحكم النهارده كان كاتب كتاب امه. انا ما بقولكش ان الحكم ظلم ريال مدريد ولا اي حاجه، ولكن الحكم النهارده فرض كميه انذارات، مش عارف 6 انذارات تقريبا للاعيبه ريال مدريد، وانذار واحد للاعب اللي هو شبه امتيتي اللي جاب فينا ركله الجزاء. وبمناسبه ركله الجزاء يا مستر كامافينجا، حضرتك واصل لك ان كل الناس على السوشيال ميديا بتقعد تقول ان كامافينجا ممكن يلعب في اي مركز، مش لدرجه بقى ان انت تعمل لي فيها حارس مرمى، مش لدرجه ان انت في ثانيه تقول لي انا الجول، احنا ما بنلعبش في شارع، ومش اول مره تعملها يا كامافينجا، انا برضه مش فاهم. فالنهارده تتفرج على شكل ريال مدريد في الهجمات، تقريبا اندريك جات له الكوره واخد بالك او الهجمه الاولى ريال مدريد، واندريك تقريبا كده بره، لو هو بره ال 18 واخد بالك بيشوطها بره الجون، لو هو جوه ال 18 فينشل على بطن الحارس. انا مش فاهم انت داخل تعمل له عمليه ازاي ده؟
انت دكتور يا اندريك، فتيجي برضو قبل نهاية الشوط الاولاني هجمة مؤكدة، وغبالك الكرة بتسقط عند اندريك وجنبه تقريبا على يمينه كرفخال وقصاده اربع لعيبة من الفريق بتاع ليل، ليل يعني، وحارس المرمى، وقرر برضو انه يشوطها. الانانية بتاعت اهلك دي مش هتنفع، انت ما بتلعبش في السامبادروم ولا في ريودو جانيريو ولا في برازيليا، انت بتلعب لاكبر نادي في العالم يا عم اندريك، لازم تبقى قد المسؤولية، مش ضروري ان انت تاخد اللقطة في كل مباراة والناس تطلع تقول اندريك وبوبي وكلب ومش عارف ايه. مش منظر النهاردة، شكل الفريق مش منظر، فشكل الفريق النهاردة في الشوط الاولاني ما اقنعش، وقلت بقى خلاص ان في الشوط الثاني، والحمد لله ان لولين صد كورة اللي انا قلت لك عليها قبل ركلة الجزاء وهم سجلوا هدف اولاني، قلت بس ريال مدريد سينتفض في الشوط الثاني، لذلك الواحد حط لسانه جوه بقه، وقلت ان اكيد مستر كارليتو هيعمل بقى التبديلات وينزل لنا امبابي، ويا ريته ما نزل. يا ريتك ما انت فين يا ابني، يا ريتك ما نزلت، انا مش ده امبابي هنقول راجع من الاصابه وكل حاجه وما كانش جاهز بدنيا، ما كانش يلعب يا عم زي ما اخوه كان قاعد بره بتعليل، ما كانش يلعب يا عم. وانت يا عم علي سعيد الكعب، انت عشان اسمك علي سعيد على اسمي، بنحبك يا سيدي كل حاجه، مش قصه بقى وحياه والدك كل شويه كروس وكروس لا يعوض وكروس لا يناي، عارفين يا سيدي عارفين ان كروس ما يتعوضش ولا اي حاجه، ما تقعدش تبكت فينا يعني. نزل امبابي في الشوط الثاني، نزل لوكا مودريتش، نزل اردا جولر، وحبالك اتفرجنا على، ونزل الواد اللي اسمه فيران جارسيا مكان مندي، وانا برضو لحد دلوقتي انا ما اعرفش مندي بيلعب ليه، ليه بتبدا بمندي اساسي؟ مندي لو حللت له هتلاقي يا عنده بالهاريسيا، يا عنده التيفويد، يا عنده الدرن، عنده حاجه من الحاجات دي، تحس ان مندي مومياء في الناحيه الشمال، اقسم بالله العظيم تحس ان مندي ابطا من السلحفه اللي بتيجي على ناشونال جيوغرافي. الفريق كله كان زباله النهارده مع روديجير مع ميليتاو. بص لما تلاقي دايما الفريق كله وحش، كله كده كده على بعض وحش، اعرف ان العيب من المدرب، المدرب اللي لا بيحط تكتيك ولا رسم تكتيكي ولا مراكز لعيبه ولا مربعات يتحرك فيها اللعيبه ولا جمل تكتيكيه ولا تفصيلات ولا اي حاجه ولا اي حاجه، ومعتمد برضو على المهارات الفرديه بتاعه اللعيب. يا مستر فينيسيوس عارفين ان حضرتك بلندور وكل حاجه، ولكن النهارده فينيسيوس اوت اوف سيرفيس، ما اعرفش هي كده صح ولا خارج الخدمه يعني، تلاقي فينيسيوس النهارده خارج الخدمه، وتلاقي كمان خط النص فالفيردي النهارده وهبالك تايه، الواد اللي اسمه فالفيردي وتشاوميني عله اقسم بالله الواحد، يا لو في واحده عايزه تدعي على ابنها تقول اله يا ابني اشوفك زي تشاوميني، اقسم بالله لا دي ممكن الدعوه دي ما تنيمش الواد ثلاث ايام. تشاوميني نفسي الاقي لاهلك ميزه يا تشاومين، لو في دولار واقع منك على الارض مش هتبقى تايه التوان ده، لا عارف تقف ولا عارف تقطع كوره ولا عارف تتحرك ولا عارف تتنيل، جاتك 60 نيله يا تشاومين. منظر الفريق النهارده كان عره، تتفرج الناحيه الثانيه تلاقي ليفربول النهارده بتكسب بولينا دوت بهدفين، محمد صلاح بيصنع هدف وبيسجل هدف جميل وكل حاجه، والناس مبسوطه، الناس مبسوطه ورايقه، عشان اعرفك ان المشكله في انشيلوتي النهارده بنفيكا بيربع زي ما بقول لك كده، لاتلتيكو مدريد بالاربعه لا شايفهم ولا اي حاجه، وداسوا على وش سيميوني، داسوا على وش سيميوني اللي هو طبعا انشيلوتي عامل لسيميوني مقام وعامل ليه كل حاجه، وقزم من حجم ريال مدريد وقال لكل نادي عندك امنيه، تبي تحقق هدف، تبي اي حاجه، تعالى العب معانا مباراه نديك ثقه كبيره في نفسك ونحسسك ان انت افضل نادي في العالم وكل حاجه. النهارده كمان استون فيلا تقريبا بيكسب بايرن ميونخ، هو يوم المفاجآت، ولكن اوناي امري ده مدرب انا بقتنع بيه كل حاجه، ولكن المباراه اللي خدت مشاهدات اكتر ليا هي مباراه فريق ريال مدريد اللي ترتيبه 17 تقريبا، ولازم تفهموا حاجه يا جماعه، لازم تفهموا حاجه في البطوله الجديده المنيله ب 60 نيله دي، لازم تفهم ان النقاط بتفرق وفرق الاهداف بيفرق، ممكن تتساوى في النقاط مع ثلاث اربع فرق واخد بالك، ولكن فرق الاهداف، فالطبيعي المباراه بتاعت ليل النهارده ان احنا نخرج كسبانين اربعه، كسبانين خمسه، مش ناخد واحد، مش ناخد خازوق في الاخر ونخسر ثلاث نقاط واخد بالك، ويبقى لينا هدف واحد، يبقى لينا هدف واحد،
دخل في مرمانا هدفين وسجلنا 3 اهداف من مجموعه 3 المباراتين اللي احنا لعبناهم. وتلاقي ان كمان النهارده ليل وقبل كده موناكو، فرقتين من فرنسا يا جماعه، فرقتين من فرنسا النهارده بيكسبوا ريال مدريد، والاسبوع اللي فات بيكسبوا برشلونه، ولا المره اللي فاتت بيكسبوا برشلونه، وحاجه منيله ب60 نيل. الحاجه اللي تفرح اللي انا لازم اختم لك بيها الفيديو النهارده ان كان في مباراه للابطال، مباراه للابطال غير مباراه دوري الابطال، تقدم فيها المنتخب الشيعي ب9 اهداف والمنتخب السني ب7 اهداف. فخلينا نقول ان المنتخب السني متاخر بهدفين، وخلينا ندعي لكل اخواتنا واهالينا وشعوبنا العربيه امام هذا الكيان الغاشم.